ذكرت في الحلقة السابقة بعض المعلومات عن الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، واليوم أحدثكم عن ضيف الشرف للدورة 32 في نسخة استثنائية بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية. دولة تجمع بين الشرق والغرب، وهي إحدى الدول التي تمتد أراضيها عبر قارتين، تتجلى حضارتها في الأصالة والحداثة، تنطق لغتها بعض كلماتنا العربية، ونعيش في الحاضر جزءاً من ثقافتها. رائدة في الفن والأدب والموسيقى، تحتل مرتبة متقدمة عالمياً في صناعة النشر. هل عرفتموها؟ شاركوني إجاباتكم في التعليقات مرفقة بهاشتاغ معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 لتنالوا فرصة اشتراك مجاني في ستوري تيل، وسأكون بانتظاركم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب من 22 إلى 28 من مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعرض.